شوفي تبارك الله يا اختي صافي سالينا من... والله الا بلا زيت قدام عينيكم ما عندنا لا زيت لا والو. ها انتم البنات بريبات كيحمقوا ليني مغزالين ديال الدجاج طابوا في الاير فراير ما قال زيت ما قال كوليسترول. اسمع 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 الله 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 يا راسي شنو هو لي 60 درهم؟ لا تتكيس عليا لا 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 استني رنتي دابا الكغاف وستد الكيسان بهاد النخوة وبهاد الفخامة ب 1200 ريال فين؟ عند أواني صنهاجي حي سوارت أيها أختي 60 درهم 60 درهم ونوريك الموديل الآخر توا بالكغاف قلت اش 5 دراهم الواحد ولا شنو أختي بصحتكم وهذا ب 100 درهم هذا راه خلاني بالعقل أنا شوفي شوفي لي 60 درهم 1200 ريال ستد الكيسان وهذا وشي جاجة بيان سور الزاج حنا كنلعبو هنا واخا الترموسات شحال دايرين اليوم غنساليش انا وياك جوج ترموسات هادو 70 درهم 1400 ريال هادي كاينه ترموسه ب 40 درهم هادي كتشد لك السخونيه 12 ساعه الرضا ب 40 دمعك لاكادير اختي شربي لي قهوه ورجعي مراساتك هي 40 درهم 130 درهم بالكغاف هادي بالكغاف ها العار بالكاس ديالو يا اختي ويا اختي هزي لي كغاف نشوف كغاف غزال يا اختي علاش الشياكه شحال هذه ما شفت هذا الموديل من داك الموديلات القدام ولكن هذا فيه واحد اللمسه عصريه وهذا الكغاف اللي تيخلي بالعقل عاوتاني الرويقي الكري واو شحال واعر شحال داير هذا؟ هذا 140 هذا جاج زاج وشي زاج بالغلاقه ديالو والكيسان كيحمقوا ولا كولور شي حاجه الخيال الكري واعر هذا الصون ديالو 100 درهم هو كيسان وست كيسان يا الله يا الله يا الله ماشي تحت من الاسعار زلزله الاسعار هادو سميره اختي وتا ب 15 درهم اوادي والله الا 15 درهم سته ديال زليفات صغارين بزاز كيوت ومحيط تخين 300 درهم 300 درهم بغات تشكيل اخر ها هو حتى هو ب 300 درهم حتى المربعه ب 300 هادو دايرين بحال شكل بلاطو بالودينات ديالهم هادي هادو شويه زايدين ديال الفلون 20 درهم 26 خليك ليلي يا اختي سته انت والوليدات ام الدار والوالده ايوا بالصحه والراحه اختي كلشي يشرب وكلشي ياكل مع اختي زهيره ما كاين غير داك داك البنات لاسبيغاتور اللي داير ضجه غادي نشوفو الثمن ديالو نبقاو ديما في الميزات هادو كيدخلوا للفران كتجي بحال شكل المقيله عندها اليديده فوالا كان الثمن ديالها 23 درهم اليوم غادي يبقى مع زهيره نورمالمون راه كيديروا 75 درهم كيبيع ب 80 درهم هادي اختي اللي مسمينها المعفر هادي المعفره يا لاله هي هي داك المعفر تعفر شي عليكم السلام ورحمه الله الثمن ديالها 65 درهم داكشي اللي قلت لكم في زهيره رشاشه الزيت كاينه بالارجونتي وكاينه بالدوري 15 درهم 15 درهم كترشي الزيت على قد ما بغيتي ضروري ما غاديش تشربي ليا كويز الليمون وتعطي لوليدات اختي باش يفطروا ان شاء الله في هذا رمضان اليوم كنقدموا لك جوج موديلات بحال بحال نفس الثمن كيعصروا الليمون بطريقه سريعه ولكن غزاله ما تضيع لكش نقطه في داك الويمينه راكم عارفين الليمون تبارك الله كلشي كيبغيه اهلا لالا مرحبا انا كيحسبيش قلتي لي هذه كتمشي دزاج وهذه كتمشي بإينوكس لا يا البنات كتاخذي الباك كله فيه جوج ديال لاشوارات وحده اينوكس وحده زاج وسته ديال المواس وبيان سيغ الراس الثمن ديالهم 170 والله الا الله يعطيك الصحه هذا كادو رمضان خوا لي دخل البنات يلا اختي تخدمي بها العام كامل العام كامل عمري هذه وعمري هذه طحني هنا وهزي راس من هنا عاودي طحني هذا سواء الكيك السخون ولا الكيك البارد اللي بغيتي كيدخل الفران اوعد كتدخل الفران كتدخل الفران فيها جميع الاشكال الثمن ديالهم 20 درهم هذه كدير 20 درهم هذه 240 ريال 12 درهم فن فن اللي بغيتي واحد لهم 99 درهم يا اختي هذا البرد هذا شعلي لك داك الشوفو وعندي قالت هذا يلا البنات الثمنات كلشي فيهم 30 درهم اللي مول طوال المهم هنا اكبر وحده اغلى وحده دايره 50 درهم شوفي اللي بغات هذيك الكيكه كتكوني غادي عند الضيف كتبغي تدي معك شي كيكه كبيره مهوره تبرد ما شافت عينيا بصراحه واحد جوج درموسات خطيرين رويقين لونسومبل كامل اترو وتقريبا الاخر ب 150 ميل 150 اها سكري جوج سكري والبلاكو هكا الطاد ديالهم كيمشي لونسومبل كامل هذه كنت خديتها عندك ظاهره ما صداتش ليا نهائيا ما خديتش هذه خديت هذه عرفتي البنات خدات واحد السيده وانا نقول لها ظاهره بغيت تسويني اللي ما تكونش تصدي قسما بالله الا كتبات في لابابا ما الا كتبات والله العظيم بات فيها بعض المرات قسما بالله الا كتبقى هكا السلام عليكم حبوباتي الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناه جميله اونلاين حنا مره ثانيه جبتكم الشوروم ديال اواني صنهاجي اللي كيتواجد في حي سوارت قدام المقاطعه ديال حي سوارت دونك مرحبا بكم غادي نكتشفوا اليوم مع زهيره
دي زارتيكل غزالين البنات في الاثمنه اليوم صادمه صادمه ديال بصح تقريبا ابتداء من 10 ديال الدرهم اولا من 5 ديال الدرهم. دونك غير ما تمشيو فين خليكم معنا في حضرتك. لاباس اخبارك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك الحبيبه ديالي. الله يطول عمرك الزين الغالي اللي خطك. بارك الله فيك علينا وعليك. الله يطول عمرك. كنا غنصوروا قبل الحادث ولكن ان شاء الله ان شاء الله مازال نصوروا باقي شويه ديال العمر. يا ربي يا ربي. بغيت نشكر منك على البنات اللي كيسولوا على جميله اللي خطيكم واللي كيسولوا على الاير فراي. اليوم ان شاء الله غادي تكون حلقه غزاله. دونك غادي نبداو ليهم مباشره بهاد القريعات ديال العصير العواصر كلها تبارك الله. الحليب الجميل في هاد القريعات هو الثمن وهو الشكل ديالها اللي كيجي زويون وفيها البنات غزالين. الثمن ديالهم غير 10 دراهم يا البنات ما تخافيش ما كايناش 15 وما بقاتش حتى 13 درهم. بغيتي تحليها هكا سامبل كتجي غزاله. بغيتي تحيدي لها هذا فوالا وترديها سهل. الله يعطيك الصحه. هذه غير باش تهزي ايه سي بغيتي ولا بغيتي وكتجي تكيوت في النظام ديالها زوينه وكما قلنا فيها الوينات كتهز تقريبا واحد ليترو 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 واختي شربي عطي الوليدات كيشربوا العصير. غادي نبقاو دائما في الميزه تاع 10 دراهم وغادي ندوزو لسته ديال الطباسله تاع البنات. سليلو يا خيتي العائله كامله. شوفوا يا البنات هادو بديع زايره ديال البديع سته بهم غادي يبقاو ب 18 درهم يا البنات. يعني ما قيمت حتى حاجه. سته ديال الطبيصلات تحطي فيهم شباكيه سليلو زوقي ليا بهم طبيله ومازال غادي نعطيك حتى سوفيرا ديالهم غادي تبقى بواحد الثمن خيالي. ما غاديش نقطعو غادي نبقاو مع هادو اللي دايرين درجه ديال الفراير. خدمه تستغل سيليكون البنات. هادي سيليكون ديري فيها اللي بغيتي عاودي غسليها. اه فنه 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 فيها الالوان كامله. هادي كيكه حطي فيها الدجاج اي حاجه بغيتي دابا باش كتبقى لك هذيك النقيه. ايه غزاله غزاله 20 درهم 20 درهم سواء صغيره ولا كبيره وفيهم اللوينات كاملين البنات. اللوينات كاملين كاين مثلا البري تاع البلوس. ايه ها هما لي كولور ديالها دائما من عند اواني الصنهاجيه البنات حي السواب. شوفي صغيره 20 درهم الكبيره 20 درهم وارا برا مع الاير فراير. غادي نبقاو في الميزات ولا ندوزو الاير فراير شنو بان لك؟ عرفتي كلشي تيقلب عليها ولكن عندي لكم مفاجاه اليوم. نبقاو ديما في الميزات واحد الغريرفات ديال اللبن تيحمقوا البنات الثمن ديالهم 20 درهم يا البنات. خليكم معنا ما تزابيوش. شوفوا تبارك الله راه كاين بزاف ديال الميزات. استغلوا الفرصه راه كلشي تبارك الله اللي جا تيتقدى. كاينين حتى هادو ديال البانيني تخيلوا معايا هادو بهاد الضخامه وهاد الفخامه. فكروني غير في دوك لي بو ديال النصارى اللي تيحمقوا الثمن ديالهم 20 درهم لاكيس ولكن ما فيهمش كونتيتي كبيره. كاينين هاد الكريطنات هما اللي كاينين صافي. زائد القريعات عاوتاني ديال الزاج اللي كيجيو هكا غزالين وفنين 20 درهم 20 درهم حتى هي. هذه 13 درهم هذه 13 درهم كبيبره وكاينه واحده اخرى بحالها مشرطه غادي نوريها لكم دابا. نعقلوا هادو 20 درهم كاملين. هذه 13 درهم. ها هي السوبيره اللي قلت لكم ديال الحريره وديال صوبا وديال حسيوه بالشعيريه لاله ونسميها ليا بزعتره. غادي يبقى الثمن ديالها 50 درهم يا البنات. كونتيتي قليله. هادو باش زوينين ظاهره غتقدر دير معاهم اي نوع ديال الزلايف في البياض سواء دوك المنقطين يعني ماشي ضروري تبدلي كلشي. وهادو يا خيتي هادي ديال لي بات. اييه ها هي حتى فيها الشيوات ديال رمضان اللي كيف فرغتي بالكرعين ولا باش ما بغيتو بالصحه والراحه تقليا الناس الغلاقه. فيهم شكيلات البنات الثمن ديالها ظاهره تاهي حتى هي 50 درهم. غتبقى بحالها بحال هاد السوبيرات ديال الحريره يا الكبيدات. يا اختي انا حمقوني هادو خلوني بلا عقل. المهم البنات راه هنا كيما قلت لكم راه تبارك الله ظاهره عندها بزاف ديال الميزات. اللي بغات الكاستخي عندها دي مارك واعرين. هذه فقط تذكره ما مازال غنمشيو للميزات. عندها الكاستخي شي حاجه الهبال والاثمنه واعرين دائما مع شركه كاز. كاينه تاتش كاينين بزاف ديال الموديلات وكاينه اربعه كاينه خمسه سيكوريزي بالالكتريك بيان سور بالغاز وداكشي زوين. المهم اللي بغات شي حاجه تواصل مع زهيره الرقم غنخلي لكم دائما في اعلى الفيديو. الناس اللي عندهم مناسبات تيقلبوا على فرنوات كنعاود ناكد الفرن اختي ماشي البوطه الصغيره اللي دارت لنا الفاجعه والكارثه العظمى. ها هي اختي واخا تكون عندك بوطه صغيره برونشيها هنايا وحيدي عليا ديك البوطه راه قنبله. الله يحفظكم البنات. ديروا هادو الناس اللي عندهم مناسبات ها هما هادو كاملين كاينين. تواصلوا مع زهيره باش تقول لكم الثمن ديال كل حاجه. غادي نبقاو مع زهيره ونرجعوا للميزات. لا بلاتي ما نزابيوش. كاينه واحد المقله كاينه واحد المقيلات كاين جميع انواع المقالي. الناس اللي كيقلبوا على مقيلات كلاس داك الشيء ديال لي زوطيل ووك 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 معروفه هذه تيطيبوها لي شيف. فراني فراني كلوفغي ماشي المصبوغ. اييه هذه ماشي المصبوغ باينه غير من الشكل ديالها. ها هي البنات شفتوها واعره هذه واعره واعره ما تنتي اختي. هذه شي حاجه اللي صراحه
بغيت نبارطاجي معكم شي حاجه زوينه. هاديك تبارك الله ظاهره كتجيب السلعه بحال اللي كيكونوا في الزوطيل اللي تيخدموا من الوطيلات الكبار، والله العظيم غتلقاو عندها داكشي الغابر غير يجيو بخشو. جيو نتوما قلبوا. غادي نوريكم مقله ديال البغرير اللي حتى هي دايره طوندونس. المقله اللي راه عندها تبارك الله المقالي العجيبه لي كاسخول اي تو، مي غنوريكم واحد الهمزه انا باغاتي مقله البغرير لي كريب هاد رمضان. الثمن ديالها غادي يبقى هو 25 درهم كادو ليك والميمه الغاليه. جوج مقالي ب 50 درهم، وحده ديري فيها الكريب وحده ديري فيها البغرير. هما اصلا واخا ديري فيهم الكريب في وحده راه ما تخافي منها حتى حاجه. المقالي كيبداو من 25 درهم وانت غاديه. ولي كاسخول ظاهره حتى هما كاينين كاينين. هذاك السيرفيس تبارك الله انت زوين. هذه هي لاجيت، هذه هي اللي عجبتني انا. هذه هي لاجيت ولا سيري كيكون فيه شحال؟ خمسه. كيكونوا فيه خمسه ديال ديال الكاسخول بوحدهم. هادو شحال دايرين الظاهره العاديين والجديده شحال؟ هادو كيديروا 400 وهادو 420 درهم. هادي درنا فيها بروموسيون دخلت فيها كونتي ثاني، درنا فيها 350 درهم. 350 درهم عوض 420 درهم هادي. ولكن راه خصكم تشوفوا التقوليه ديالها كيفاش دايره، غزاله غزاله جرانيت حقيقيه ودائما شي حاجه ديال تركيا البنات. فكاينين حتى المقارج كيبداو الثمن ديالهم من اش ظاهره؟ كاين 150 درهم. كاين 170. هادو اينوكس، هادو اينوكس الناس كيقلبوا على شي حاجه زوينه. الناس خدموهم حتى برارد. هذا اللي يخدم بصح. هو الكينوكس ديالو اللي زوين تخدم برارد ديال اتي تتقام فيه اتي. الله يعطيك الصحة. دونك خليكم معنا البنات ما تمشيو فين، مازالين ميزات حصرية عند اواني صنعات. نبقاو ديما في الميزات. هادو كيدخلوا للفران كتجي بحال شكل المقيلة عندها اليديدة. فوالا. كان الثمن ديالها 23 درهم، اليوم غادي يبقى مع ظاهرة 19 درهم. 19 درهم وكاينة حتى هذه كديري فيها لي صوص. هذه عديدة الاستعمالات بحال كنقولوا حنا كارت بلونش. كتجي تبارك الله كبيبرة. كتجي هكا. الثمن ديالها شحال؟ هذه كدير 14 درهم. 14 درهم كانت ب 20 درهم، اليوم 14 درهم كما قلنا دقدقة الأسعار. لي بلاطو البلاستيك 10 دراهم. 10 ديال الدراهم سواء لغون ولا ذاك الكبيبر اللي غادي هكا ولا هذا 10 ديال الدراهم. هذه ديال إينوكس. هذه 260. 260. هادو ديال المول. بزاف الناس اليوم جاو كيخدموا عندك المول. شو حكايه المول سيليكون ولا اخرين اللي فلوفون؟ سيليكون. هادي ديري وعاودي الورده ديال الورده. هذا سواء الكيك السخون ولا الكيك البارد اللي بغيتي كيدخل الفران. وعاد كتدخل الفران. كيدخل الفران فيها جميع الاشكال. الثمن ديالهم 20 درهم. 20 درهم بحالهم بحال ديال الفراير. وهادو هادو تاهما لي دونيت ديال الدراري الصغار عندي اختي بارد سخون اللي بغيتي حتى هي الثمن ديالها 20 درهم. حتى هي 20 درهم. كاينين هاد لي بو ديال اولا لي مول، سمحوا لي لي مول ديال الزاج. وكاينين ديال هذا كيدخل تو فران. تو فران غزال. هادو شحال؟ 50. 50 وهذا ديال الزاج كاين نص صغير 50 كلهم 50 درهم. وهذا ديال زوج. هذا ديال زوج هما اللي 65. 65 درهم زوج. وهذا ديال ثلاثه. هذا راه كبير شويه وثقيل ديال الجرانيت. ثقيل ثقيل. ثلاثه بقيتو ثلاثه. شحال دايرين؟ 110 ديال الدراهم. غادي ندير لكم واحد الدوره واحد الجوله البنات. كما قلت لكم راه كاين كاع اللي بغيتو غادي تلقاوها. شوفوا البريدات ديال السوينيه اللي قلت لكم غزالين وتيحمقوا. شوفي السوينيه، السوينيه ديال اينوكس شحال غزاله. السوينيه شحال دايره هاد الصغيره؟ هذه كدير 20 درهم. هذه 240 ريال 12 درهم. فنه اللي بغيتي واحد ليهم من 10 دراهم. هذا ديال السخونيه هذا البنات 99 درهم. 99 درهم يا اختي. هذا البرد هذا شعلي لك داك الشوفو وعندي جالسه. هذا والباك تاع السيرفيس 12 من هادي 12 من الصوبو. هو هذا هو هذا الباك 12 ولا سوبيغ ديالها. لا سوبيغ نوريها لكم. ستيل رويمي نيونا. شوف شحال غزاله فيها لي بابيون زوينين فريخات بالعريشه ديالهم. دونك 12 في 12 فهذه هي هي 25 ياك. 12 12 هي 26 بياسه 26 بياس. الثمن ديالهم كيبقاو 380 درهم. 380 شي موديلات. هادي خطيره ستيل غامادون بزليفات. الثمن ديالها تمام نفس الثمن البنات. يلا اختاري اللي بغيتي ومرحبا بك عند اختي ظاهره. كما قلت لكم راه كاين بزاف ديال اللي عزيز عليه التبقشيشه والهبيشه. اجي اختي هبشي وروني عاد شري لي مول ديال سميتو ديال الكيك. المول عندك من 30 درهم حتى 50 درهم واحد الكيك. من 30 حتى ل 50 عجبوني. هادو خداهم البنات. انا اي حاجه تياخذوها الناس نمشي ليها. راكم عارفين حنا المغاربه عزنا الهبشه. هادو 30 درهم. هادو 30 ديال الجرانيت البنات.
بحال مدوره هو ثقيل هكا بحال مدوب بحال كيف بحال في والله الا حبيت تقول لك فرقي غير واحد درا غير واحد ثقيل هذا يلا البنات ثمنات كل شيء فيهم 30 درهم اللي مول طوال المهم هنا اكبر واحد اغلى وحده دايره 50 درهم شوفي اللي بغات هذيك الكيكه كتكون غادي عندي كتبغي تدي معك شي كيكه كبيره مغوره تبرد القلب وما كينصحوش البنات فيهم كما قلنا جميع السايزات وجميع الالوان 50 درهم واكيد غادي نديروا دويره يا خيتي باش نوريكم الزاز لوز اللي عجبوها اللي كتبغي هكا هي لي بلاطو بريستيج وداكشي مزواق هادو لي زونسومبل ولا لي باك ديال الحريره هنايا الفخامه والضخامه عنوان واحد دائما مع اواني صنهاج ديال البنات شوفوا انا نوريكم واحد الباك حمقني وخلاني بالعقل هو هذا ديال القهوه من اجمل ما شفت عينيا بصراحه واحد جوج درموسات خطيرين رويقين لونسومبل كامل اترو وتقريبا الاخر شي 75 ب 150 ميل 150 اها سكريه جوج سكريه والبلاطو هكا الطاد ديالهم كيمشي لونسومبل كامل الثمن ديالو شحال غيبقى 190 درهم حماقت عليهم قبل واحد السيده واعرين داكشي رويقي اللي غادي تاخذيها بواحد 450 درهم 890 درهم انا باغاتي لي طاس بالرونجمون ديالو كيجي بحال هكا انا نوريه لك وميم طو انا ندور لكم البنات هكذايا دويره خفيفه شوفوا الترموستات كي دايرين ولكن بصراحه هذوك حمخوني حيت كيمشيو بالبلاطو ديالهم واعرين واعرين كلشي زوين عندها تبارك الله ما شاء الله وكما قلنا راه كاين بزاف ديال الهميزات اه كيمشي هكا اوكي اربعه ديال لي طاس اربعه هكا وها هو الصعاب ديالك مر كيجيو هكا بالرخام هكا سير الرخام ديال بحال شكل ديال فيرزاتشي الثمن ديالهم شحال هذا 55 وهذا 45 ايوا يا اختي وانت واش بغيتي ها انت اللي بغات شي كادو مهور هذا اونسومبل كامل بالبلاطو ولا سون بلاطو غير الكيسان ديالهم هادو 130 درهم بالكاغف ديالهم بالكاغف 130 درهم بالكاغف هادي بالكاغف ها العار بالكاس ديالو يا اختي ويا اختي هزي لي كاغف نشوف كاغف غزال اه يا اختي علاش الشياكه شحال هادي ما شفت هاد الموديل من داك الموديلات القدام ولكن هذا فيه واحد اللمسه عصريه وهاد الكاغف اللي تيخلي بالعقل عاوتاني الرويقي الكري واو شحال واعر شحال داير هذا 140 هذا جاج زاج وشي زاج بالغلاقه ديالو والكيسان كيحمقوا ولا كولور شي حاجه الخيال الكري 140 درهم 140 كايناش 200 درهم ما عندهاش شوف هذا واعر حتى هذا غزال شوف هذا لونسومبل شحال زوين تا هو بالكاغف هذا واعر هذا الصون ديالو 100 درهم هو كيسالو 6 كيسان يا الله يا الله يا الله ماشي تحطيم الاسعار زلزله الاسعار البلاطوات شحال دايرين ظاهره هادو كيمشيو جوج بحال هكا شحال 270 واعرين بغيتي الاوفال اه هادو 60 درهم شنو هو لي 60 درهم لا تتكسي ليا هذا لا 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 استني يا بنتي دابا الكاغف وستاد الكيسان بهاد النخوه وبهاد الفخامه ب 1200 ريال فين عند اواني صنهاجي حي سوارت ايها اختي 60 درهم 60 درهم ونوريك الموديل الاخر تا هو بالكاغف قلت اش 5 دراهم الواحد بلا شنو اختي بصحتكم وهذا ب 100 درهم هذا راه خلاني بالعقل انا شوفي شوفي لي 60 درهم 1200 ريال ستاد الكيسان وهذا وشي جاجه بيان سور الزاج حنا كنلعبو هنا واخا الترموسات شحال دايرين اليوم غنساليش انا وياك جوج ترموسات هادو 70 درهم 1400 ريال هادي كاينه ترموسه ب 40 درهم هادي كتشد لك السخونيه 12 ساعه الرضا ب 40 درهم معك لاكادير اختي شربي لي قهوه ورجعي مع راساتك هي 40 درهم الله يعطيك الخير حنا مع كينز لان ماما كينز 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 كاينه كينز وحده في العالم والله ما كذب عليك زعما ملي كنقولوا كينز كتحضر ها هي شفتوها ها انتم كينز ما كاين غير كينز الله يعطيها الصحه لان ما كتحشمناش مع الناس والله الكاليتي والكاليتي الكاغاف هذه اللي كلشي تيهضر عليها كاغاف الزويونه 40 درهم كايناش 50 ما كايناش 60 ولا ديكوراسيون راه تبارك الله هادو ديال لي صوص اللي بغا كتفنن لي صوص 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 هادو سميره تختي وتا انت ب 15 درهم اوعدي والله الا 15 درهم سته ديال الزليفات صغارين بزاز كيوت ومحيط تخين 300 ريال 300 درهم بغات تشكيل اخر ها هو حتى هو 300 درهم حتى المربعه ب 300 هذه دايره بحال شكل بلاطو بالودينات ديالها بالودينات بغيتيها كار بغيتيها كار بغيتي الغور بغيتي الغور كلهم 300 300 كلشي بغيتي هادو شويه زايدين ديال الفلون 20 درهم 26 خليك ليلي يا خيتي سته انت والوليدات ومول الدار والوالده ايوا بالصحة والراحة اختي كلشي يشرب وكلشي ياكل مع اختي زهيرة ما كاين غير دقدقات الأسعار زهيرة اختي والله ما سخينا بك 5 دراهم خيوة ولا حليب أنا هذا تندير فيه الحليب تا
تنلح فيه ديك ثلاثه التميره تيولي معسل ومعلك. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. الكيسان د اتاي عندك من 70 درهم وانتي طالعه. هادو اللي دايرين طوندونس ومع دايرين مع شحال هادو شحال غيبقاو لينا بكل جميله. هادو واعرين كاينين هادو. ايه شوف 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 المهم انتي واختاري شوفي ديال الرخام يا اختي. شوف شوفي هذا تاع تاع هذو واعرين تاع هذو رقيقين عندهم بسيته دوغي الاخرين بسيته. ايه شحال دايرين البلاطو؟ لا لا باردون الباك زعما اللي فيه 12 الكاس. هذا الباك كيبقى ب 180 درهم. 180 درهم ديال جميله الله يحفظك. هذا هي ظاهره اختي. هادو دي سيرفيس 12 اللي كيقلب على داكشي ديال تريتور جميله عرفك شوفي لنا فينها وعند ظاهره باك كله. شوف هذا هذا ديال 800 ولكن الناس ديال جميله غنحيد لهم ب 50 درهم 750 درهم 750 فيها 12 في 12 في 12 يعني شحال 36 36 وشوفوا لي كاليتي واعره داكشي ديال في اي بي. هنا ليلوش هادو باش كنهزو الحلوه تنقطعو الموس شحال تيبقاو؟ ابارتي 90 درهم 90 درهم ولكن كاليتي زوين الصراحه. انا خديتهم بدا كيقفقف هاد التحتاني بوحدو الفوقاني بوحدو. هذا نضى هادشي اللي باش كتعجبني تبارك الله. السواني ديال التاج لا مارك التاج الناس كيعرفو. اه داكوغ ايوا تبارك الله ما شاء الله. بغيتي جوج اللي بغيتي ولكن حطها فيه كتخلي بالعقل شي حاجه ثقيله شي حاجه اللي غزال غزال غزال. شوفوا مخدوم حتى من التحت كاين دوغي كاين الكارتي كاين الموديلات فيه الثمانات ابتداء من هانتي لي جوج كيديروا 300 نقولوا 40 درهم 340 درهم اي جوج بغيتي بغيتي واحد على حساب واش كبير ولا صغير 220 هادو قياس كبير 220 الله يعطيك الصحه عندها حتى الساعات المهم البنات تبارك الله كاين كلشي الساعات الصغار ابتداء من 50 درهم يبا 40 درهم راه شوفوا غير اجيو مرحبا بكم ما يكون هاي خاطركم ظاهره دائما في المناسبات والناس يعزز عليهم التاويل يا اختي بحال ظاهره ما شاء الله. هادو واحد الباك البنات ديال القوامي جميله غزالين وتقل وهادي انا مجرباها بيرسون عندي هادي شمن مارك هادي هادي فينوكس 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 مطبوعه يا البنات وقالت لي ظاهره انا كما كنقول لكم دائما راه كتجيب غير الفري وكتجيب شي حاجه اللي هي مجرباها كتجرب عاد كتقول لنا هادو واعرين قالت لي غزالين جميل غنبارطاجيهم مع الناس. فيها 28 هانتي 28 30 32 36 و40 ان شاء الله غادي كبيره تباعت في البلاصه واخا الاثمنه ظاهره عندك هذه 320 320 درهم ولكن جميله غتاخذها مره واحده وسالينا. اه ولا شي حاجه اللي واعره. هاد درت جوج دجاجات ولا ثلاثه وقيله؟ هذه؟ هذه جوج دجاجات جوج مخيره جوج 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 مخيره دونك هذه 320 هذه والكاليتي يا البنات. اه كاينه فيها كنا درنا ها هي كاينه 16 جبون ها هي ها هي هذه 370 370 درهم البنات. هذه 550 550 36 هذه 36 هذا 40 انا نقسم الثمن حتى باقي ما حفرش الثمن المهم اللي سمعتوا كل هي هذيك البنات غادي تشوف لنا الثمن ونعاود نرجع معكم ولكن كما كنقول لكم ملي كتاخذي واحد الجميله سورتو هذه 680 680 درهم وراه تبارك هزيها ظاهرا شوف في الهزه تبارك الله شوفوا ما شاء الله وراه ثقيل ثقيل تبارك الله ولكن بصح تستاهل 680 درهم ولكن جميله روعه وتبارك الله السايز كبير ومازال جاي القوام بالنسبه البرمه من 4 يطرو حتى عندي حتى 22 يطرو كاينين البريمات البنات اللي فيهم هذا الشكل هذا اللي كيجي الحمامر اللي ديدات والغلاقه ديالهم ديال الزاج وكاينه اللي كتكون كلها اينوكس حتى اللي ديدات يعني اللي ما بغاتش هذاك الموديل كاين هذا الموديل هذا حتى هو من 4 يطرو حتى 12 حتى 12 لتر وكاينه هادو اللي كيكون فيهم دوبل كسكاس هذه ديال خطير المناسبات تبارك الله. اه تبارك الله الثاني شوفوا ما شاء الله كي دايره غزاله كبيره هذه طاي كبيره هذه 12 لتر هذه اه وكثر 21 لتر ما شاء الله ديال المناسبات الجميله الافراح ديالكم يا البنات ان شاء الله ما كاين ديال الخير يا ربي. دونك هنا الاثمنه بادية من 220 درهم حتى 320 260 ولكن هذه راه الطنجرة طيبة فيها ما كيصحش هذا هو الجميل لاباس شو البنات كتغلي جوج دو زونان هذه
كتستغليها اكثر ما تديري بالكسكسو. والله القطع الكسكسو مره في الاسبوع ولا دو فوق ماكسيموم. هذه صوبه حريره كلشي 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 روعه زعما تصلح لي بات لي بات كلشي لي بات تصلحهمش لينوكس ديالهم مزيان والكبيره انا دخلت هذه حتى عندي الصغار كتدخل الماكينه دخلت الماكينه مزيان صح تاكسيتي يقول لك اينوكس ديالهم كتفرش لا كان ماشي اينوكس تخرج تخرج ازرق بالنسبه للكبيره ديال جوج كسكاس شحال كتبقى؟ كتبقى 650 درهم ومازال تصوفي ايوا سمعتوا يا البنات 650 درهم مع كود جميله وجوج كسكاس البرمه الكبيره ديال 21 21 ونص واحد قولي 22 نترو بعد الثمن البنات راه قلت لكم اول ناجي اليوم دقدقات الاسعار دونك مرحبا بكم كاملين بغيت ندير واحد الحاجه واحد الكادو للمهمات الغاليات على هاد الطاس مي كتحماق على الطاس ها انت الوالده لا يلا خديته الله يعطيك الخير والله الا خديته الله يحفظك خديت لها واحد الطاس غزال بغيت نشوف هذا الطاس انا راه كاينين اشكال كاين نحاس كاين مي هادو كيكونوا براتيك كيكونوا كيتستخدموا بزاف سورتو حنايا العادات ديالنا انني جا عندك الناس خصهم يغسلوا ما بقاش داك اللي جا عند حبابو ينوض لافابو هذا الطاس الغزال كله منقوش غيبقى الثمن ديالو اليوم 175 درهم ايوا يا كبيده يا اختي كون رمضان وتبارك الله المناسبات زوينه وراك المسمن ومسمن الشحمه والبطبوط والبغرير كلشي هنا هادو دابا بنات دي بلاك اللي دايرين طوندونس فيهم اكيد تقاد يعني كيكونوا اولا ديال الضو كتهنيك من البوطه كتبرونشي اختي وتقزي مع راساتك وتحطيها وسمني ليا كيما بغيتي وتتهز لك بزاف ديال الحاجات ديري عليها الحرشه اللي بغيتي في هاد لي سايزات هذه هذه الصغيره كدير 320 اللي فوق مويد 370 والكبيره 420 420 درهم هذه غتهنيك رمضان كامل يعني عاود فاش غتبقاي طيبي ليا وحده بوحده هنا كتحطي كل شيء وراه ما كيديروش فيها غير مسمن وداك الشيء شوي فيها شوا يعني مسمن وشوا صوتي فيها الخضيره آه. شوف شوف البنات غزاله خطيره راه فيها حتى داك المجير ديالها ملي كيتقطع داك الزيوتات لا غير باش نرى هذه الاينوكس من التحت هكذاك حيت كاين اللي ما فيهاش لينوكس كاين اللي ما عندهاش هادي هكذاك البنات ها نتوما شفتوا الكبيدات ديالي يعني هنا كلشي كاين اي حاجه بغيتيها في الشوروم ديال صنهاجي غتلقايها 13 درهم وهي حتى هي 13 درهم دونك بغيتي السامبل 13 بغيتي المزوق حتى هي 13 هادو هما اللي كنا قلنا ديال 20 درهم اللي بغا الزويته ديالها اللي بغا يخبي فيها عصير في الثلاجه اللي بغا فكرتيني في الزويته كنت خديت عندك اخر مره واحده ديال الزيت ديك الميله ضروري ما غادي نشوفوها البنات غادي نوريها لكم قرعات ديال الزيت وكاين حتى رشاشات ديال الزيت الثمن ديالهم اليوم عند اختي زهيره ثمن خيالي يا البنات نورمالمون راه كيديروا 75 درهم كيبيع ب 80 درهم هذه اختي اللي مسمينها المعفر هذه المعفره يا لاله هي هي داك المعفر تعفرش عليكم السلام ورحمه الله الثمن ديالها 65 درهم داكشي اللي قلت لكم في لا فيديو 65 درهم هي كاينه المعفره وكاينه اللي ما معفراش درويشه بحالنا هي معفره كتجي ميله هذه كدير 60 درهم وهذه زهيره رشاشه الزيت كاينه بلارجونتي وكاينه بالدوري 15 درهم كترشي الزيت على قد ما بغيتي كنصور وسمعت واحد العياله تراه ما فاين جابت اختها من صويره وجابت اختها من طنطان والله العظيم دابا قالت ليها عطيني خلاط اللي كيجي هكا باليد زهيره شنو حكايه الخلاط اللي السيده جايه من طنطان ومن صويره تقلب عليه هذا اللي زوين فيه هو طويل يعني ما يديك ما توصلش الحراره انا راه برقاقه كتحمي وفيه او بويسون قالت لي خديت انا واحد وجات اختها من طنطان وجات اختها من صغيره الثمن ديالو شحال كيدير كيمشي هو بال هو بالكاس ديالو الكاس ديالو شحال كيدير الثمن 130 درهم 130 درهم انت كان عندك خلاط طحني فيه في رمضان كلشي صب طحني بها في هذا ديالها في الكوكوط والعصير طحني في الكاس ديالو شوفوا يا البنات غزال والله العظيم يلاه خذاته السيده بالصحه والراحه نصبر لكم نصوركم هي لتحت انتما شوفوا السيده ها هو ها هو جمعتي جربتيه اليوم بالصحه والراحه هذا هو الثالث تبارك الله اللي خداه بصحتك لالا وبصحة الناس ديال صويره والناس ديال طنطان بصحتهم غنبقاو ديما في الهميزات ديال رمضان وغادي نعطي المهمات الناس ديال الكوليسترول اللي كيخافوا من الزيوت تتقول لك انا ما غنقليش هذا اللوز وهذا كتبغي تمشي لبرا طحن السلو ديالها حنا اليوم لالا جبنا لك طحانه ديال السلو وديال العطريه الناشفه كامله كنقولوا العطريه القاصحه ياك زهيره حتى العطريه اللي ما كطحنش كطحن هنايا دايره الزاج كطحن عندك هذه وعندك الخلاط العجيبه ولا الخلاط الوحش
الوغ هذه البنات فيها سايزات حتى هي، شوفوا راه كتمشي مع هذه كتمشي مع الغربال ديالهم، فيها من الصغيره حتى الكبيره، طحني فيها سلو بعينك مغمضين وما تخافي منه حتى حاجه، جمعي كل شيء ولوحي فيها بقاي طحني بشويه بشويه. كاينه ستيتوا ديالها الصغيره كدير 290 درهم، ها هي البنات خطيره هذه، خصها تكون عندك في الدار بصراحه بلا ما تمشي تحني على برا. وكاينه لا مويان، المهم كاينه تقدات نعطيكم لي بري، هذه كدير 400 درهم، هادي كدير 390 درهم، دونك نعاودوهم 290 390 400 درهم، هادي 420 درهم، واكبر وحده كدير 650 درهم. يلا هما كيمشيو بالكيلويات ياك بالغرام بالغرام. داكوغ شحال الصغيره؟ من 150 غرام، من 150 غرام حتى 500 غرام، حتى 500 غرام، يعني هادي تبارك الله كتهز نص كيلو كامل. كيما قلت لك هادي غتشريها لماما كتبقى دير معاك رمضان كامل، والدعوه في رمضان راك عارفه شحال ضروري ما غاتشربي ليا كبيز الليمون وتعطي لوليدات اختي باش يفطروا ان شاء الله في حد رمضان. اليوم كنقدموا لك جوج موديلات بحال بحال نفس الثمن، كيعصروا الليمون بطريقه سريعه ولكن غزاله ما تضيع لكش نقطه في داك اللويمينه، راكم عارفين الليمون تبارك الله كلشي كيبغي. الطريقه ديالها كيما قلنا هي سريعه سهله، وداك التعصير ديال الليمون الناس مابقاش عندها الجهد، مابقاش لا جهد لا خاطر، بغينا دغدغ شي خفان زربل. تحطي نص ليمونه ديالك ايه فيت في الرضا ماكس بزاف راه حطيت بس ما شاء الله، ما درتش لي فوق باش يعني حتى الناس اللي عندهم مشاكل حتى تنتقها حتى انا داك الليمون عصر صافي تقلني يوميا تجي شويه قاصحه. شوف الله يعطيك الصحه دور بواحد الفيتاس ودغيا تخرج لك العصير او تتنشف. ها هي البنات الثمن ديالهم اليوم غادي يبقى هو 195 درهم، اليوم ديال 220 في بلاصه 220 غتبقى ب 195 درهم، ولكن الجميل انها اللي بغيتي هذه اينوكس مغلفه الا خصك كتبغي لي كولور لورونج مع لورونج، وهذه اينوكس سامبل على حسب انت كوزينتك كيفاش دايره، عندك الكرينوار خذي هذه، عندك الالوان اختي خذي لي هذه 195 درهم خفا زربا. الصويا ديالها اينوكس ها هي كامله وتبارك الله راك ببره وهذا ملي كتحطيني بيان سور كيقطر داك الويمينات. ايوا اختي بالصحه تشربي وتعاودي. غنبقاو ديما في الميزات ديال سيدنا رمضان، شنو نسينا لهم؟ كاين هاد هاشوار ايه، غنمشيو لهاشوار ومولي نكسات اللي كاينين في الاشكال والالوان. هاشوار فيها بول ديال الجاج هكذاك، فيها بول ديال لينوكس اينوكس، انت واش بغيتي انت واش تختاري؟ فيها هادو اربعة دلماس، وحده فيها اربعة دلماس عاد ها هما جوج هي ستة، شنو زعما توضى لنا واحد على الاخر؟ على الاخر الله يعطيك الصحة. واختي شوفي الناس اللي كيوضروا، الناس اللي كيلوحوا لينا مع داك القشر ديال الخضرة وهذا، دابا تهنيتو ستة ديال الماس واو، أول مرة كنسمع هاشوار الجديدة ديالها، جديدة ديالها تبارك الله كبيبرة، تتحط عليها باش ما تململش. هذه ديال الجاز زايدة باش من الموس ما يجرحش لك القناه، زايده في الفول كتبان لك كبيره على الديال، هي سي فغي كتبان كبيره، كتبان كبيره. شفت هي غزاله نفس الماركه ديال العصار، هذه كتخدمي بها هذه وتخدمي بها هنا، هذه حتى هي عندها حتى هي الجلده ديالها اييه، وهذه ماشي الدجاج مدوبل لدرجه انها ثقيله في الهزه كتبان حتى في الشوطه ديالها راه زاجها زاجها غليظ البنات. شوف شوف غنوريكم غير لي بيسور ديال الدجاج، شتي زاج غليظ بحال ديال الفران كي تنقولوا. دابا هادو كيمشيو بجوج، هادو كيمشيو بجوج كتخدمي بهم بجوج 170 درهم. بلاتي 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 نرجع لا ميم واحد انا الا مضروبه في راسي واش انا اللي مضروبه في راسي ولا المهم ما سمعتش. دابا انا كيحسبيش قلتي لي هادي كتمشي دزاج وهادي كتمشي بإينوكس، لا يا البنات كتاخدي الباك كله فيه جوج ديال الهاشوارات، وحده إينوكس وحده زاج، وسته ديال الماس، وبيان سور الراس. الثمن ديالهم 170 والله الا الله يعطيك الصحه. هذا كادو رمضان تخوا لي دخل البنات. يلا اختي تخدمي بها العام كامل، العام كامل عمري هذه وعمري هذه، طحني هنا وهزي راس من هنا عاودي طحني هنايا يلا وكلشي ديالك اختي ما تكوني على خاطر. وصلنا الوحش هذه، هذه اللي كطحن الزاج روحي فيها قرعه ديال الزاج وطحني باباها. هذه بديال العطريه، هادو بلاستيك تسمى بلاستيك البنات بلاستيك، ولكن انكاسابل انكاسابل انكاسابل، طيح ما تهرس ما والو. 2000 واط تبارك الله، هادي راه معروفه راه كطحن كلشي، ما كايناش شي حاجه ما كطحنهاش الا بنادم الله يحفظ كطحن اي حاجه عطيتيها كلشي كتعطي خطيره. هادي المطحنه تيقولها طحن الوحش، الوحش الثمن ديالها جوج، الكاس الكبير والكاس العطريه، اي عطريه كاينه، وهادي الهراوه اللي ما طحناش عطينا لها العصر كدير 195 درهم، كانت 250 كانت 250 دابا 195، حتى هي بحالها بحال العشوار.
وهاد السيت واشني هي؟ هادي شتها في التيك توك. شتها ديال شنو؟ ديال الفروماج ديال كتغبي كلشي خيزو اي حاجه عطيتيها لها كتعطيك هادو عندك ثلاثه د المواسم هاد ماشي غير هادو هادو عندو ثلاثه اي هذا الاينوكس شتا هذا اينوكس ما يصدش ليك عرفتي واش لادار كتردها لك خطيره حرمش جاي وقت الفرماج غابي وهذاك اه لوحي وخلي والدي بابا صافي دغيا كتخرجوا لك بحال يلا الناس ديال بيتزا بانو لي شوسون ملي كدير لها بحال هكا كتفونتوزا في كتشد في بلاصتها ما كتبقاش الله يعطيك الصحه الثمن ديالها 90 درهم بلاتي بلاتي نشوفوا واحد الترموسات اللي تشوفوهم فيهم اسمينه زوينه البنات كاين واحد لو باك خطير ضروري غادي نوريه لكم الترموسات كيمشيو جوج بجوج ياك جوج الثمن ديالهم كيبدا كيبدا من 80 درهم شنو هو اللي 80 درهم هنا هذه حمقاتني هذه اللي فيها الجاكر خطيره فيها الابيض وفيها النوار هذه الفريخ حتى هي غزاله تتمشي كبيره وصغيره هادو شوفوا على موديل شوف حاجه ملي كتكون سامبل راه ما كاينش داكشي اللي كيكون بزاف مزوق انا جيتي با طرو هكا مي كاين اللي كيبغي انا كنعجبني الحاجه تكون كيوت تكون ما فيهاش بزاف الزواق واعرين فين شنو ديال 80 درهم زهيره شوفوا هادو دابا رمضان تبارك الله انت تلقى واحد جوج ترموسات ب 80 درهم شوفوا النوار ديالها جوج كاين النوار والبيض وشكيلات شكيلات بزاف كاين 100 درهم كاينه 90 شنو شحال تيحمقوا تيحمقوا داك الموتيف خفيف 100 درهم بجوج اها هادو 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 كيبقاو 200 درهم بجوج 200 درهم نورمالمون 220 شتو مي نتوما 200 درهم كاس واحد كبارين حتى الكريين كبارين كبار كلشي كبار بجوج اه المهم البنات مرحبا بكم هنا كما قلت لكم كلشي تقدى هادي كنت خديتها عندك ظاهره ما صداتش ليا نهائيا ما خديتش هادي خديت هادي عرفتي البنات خداتها واحد السيده وانا نقول لها ظاهره بغيت تسوين هي اللي ما تكونش تصدي قسما بالله الا كتبات في لابافو والله الا كتبات والله بات فيها بعض المرات اتاي قسما بالله الا كتبقى هكا الناس اللي عندهم لافيسيل يدخلوها لافيسيل وبعينيهم انا كنقول لكم عن شهاده حيه 55 درهم البنات واعره سوينيه ها خمس انا خديتها ب 50 بصراحه انا كنت خديتها ليا ب 50 يسعد الله وحق الله البنات 50 درهم ولكن كتحمق واتي كيجي فيها كيوت عرفتي الصباح كتبغي تفطري ملي كتحطي في هذاك الكويس داك البريد اتي صغير عندي داك البريد اللي في الجنيب هنا براد صغير وكويسات تجي خطيره راه كتهز ثلاثه ولا اربع كيسان وفيهم تقادات البنات وكلهم كاينه اللي باليدين كاينه اللي بلايدي انا خديتها بلاش المهم راه عندها فيهم كاينه 70 درهم ياك كاينه 50 50 70 درهم 70 الكبير ديالها هو ها هو اه شوفوا عرفتي وغزاله راها انيقه والله العظيم كتخدمت عندك واحد السيده وخديتها حتى انا هي اللي شكرتها قالت لي راه زوينه قالت لي ظاهره غير خديها البلاطوات مازال كاينين اشكال راه كاين هادو العود كاين هادو هما اون بلاستيك يجيو افي عود ياك ولا عود نيت وحط عليهم الحاجه الصغيره حط خويا كل راد من البوطه لهنا الثمن ديال هاد الصغير هذا 28 درهم 28 درهم يشوفك الخير بالربح سير اختي شوف الكليان ديالك شوفي هذا هذا الفخامه والضخامه يا اختي هذا الشوا دجاج فخسي اللحم بالبرقوق لي سالاد رويال خطير خطير هادو عندها فيهم شكالات البنات من هادو الصغيورين الحوته وانتم طالعين هذا تبارك الله هي معروفه بهاد لي موديل ديال السواني هكا ولا هاد لي بلاطو غزال هذا ديال 280 درهم واي حاجه تنقول لكم راه فيها كل جميله البنات ملي يجيو عندنا قولوا لها كل جميله غتهلا فيكم الله يعمرها دار طيبه وغزاله وكتجيب الكاليتي قلنا لهم الثمن ديالو قبيله هذا كيدير 280 280 درهم كيهز نص حولي تبارك الله كيهز نص حولي كله وانت هذا كيهز نص حولي تقريبا غير هذا عادي ولكن هذا عطيني كلاس مزوق الناس اللي كيبغيو ما بقاوش باغي الاوفال ولاو كيبريزونطيو لي سالاد في هكا في الكاري وتا بساطل دابا في الكاري في الكاري ها السعر ديالو ها الكبير 100 درهم 135 درهم يلا الكبير بسطيله الكبيره 135 درهم بيان سور وخلاص هادو راهم الثمن 80 180 درهم 180 درهم العاديين ولكن دقيق لينا البنات دقيق لينا الله يعطيك الصحه ظاهره هادو شحال دايرين كاينه 25 درهم وكاينه 30 درهم جو بونس باقي الكبيبرين كبيبرين كاينه صغيره وكاينه كبيره المهم كاينه 25 كاينه 30 شوفوا هذه الدنيا هذه هي ديال 30 جو بونس الكبيبره والصغيره وشوفوا دقيق لين عرفتي عندي انايا ديال كندير فيهم الحليب الصباح فين كتحمق شوفوا هذه بغيت نوريكم واحد الزلايف عندها
هادو دايرين 6 درهم البنات، بزاف ديال الرخام تيجيو هكذا مرخمين. هادو ما عرفتش الصراحه شحال دايرين، غير غنوريكم هادو. شوف شتوها كثيره، هادو ب 6 درهم 120 ريال، اخر ما كاين تزلايف غزالين. وكاينين هاد الشكل هادو بحال هكذا ملونين، شوفوا شحال فنين، شوفوا غزالين. داك هادو البنات كتاخذهم هكذا مخلطين ياك، فيها هكا فيها وير ويرين. شوفوا موديل هذا ما دايرش، قلت لكم تجيب داك الشيء تيحمقوا فيهم الالوان والاش كامله ديال هادو اللي كيجيو فيهم هكذا اللوينات. كتاخذي ان باك بشحال الوحده؟ 6 درهم الوحده، 60 درهم. ولكن هذا البنات راه ما غاديش تلقيهم في اي بلاصه، كما قلت لكم قبيله راه كتجيب داك الشيء دي موديل اللي كيخدموا بهم لي زوتيل، يعني كاينين هاد العاديين هكا، ولكن هادو واعرين. عرفتي شي حاجه جديده وديفيرونت على العادي. شوف واو، شوف من برا، نشوف من برا كيفاش دايره. من برا كتجي فيها الديك غادي، شوفوا شحال تتحمق، خطيره. نعاود ننزلوها هنا، شفتوا البنات؟ شوفوا عاود هذا واو، يعني كتاخذي 6 منوعين، ونتي تحطي ديك الطبيله ديالك غتشربي ديك لاسوب لهلا يطيب لك. واعره فنان، سوبر مانيفيك. هادي 5، وتقدر اللي بغاتهم كاملين تاخذهم كاملين. بحال دابا هنايا راه 10 كيكونوا فيها، 10 في الباكيه. اوكي واري، 10 غيكونوا ب 16 درهم، 60 درهم، 1200. اوكي شوف هادي مخططه غزاله تيحمقوا، وشوفوا قياسيين ماشي دوك الزلايف الكبارين. اه لا لا خطيرين، يعطيك الصحه. وانتي دابا ماشي كلهم من نفس الستايل، حيت هذوك اللي شفنا ماشي بحالهم. لا هي وشنو جابها؟ كيجيو كتجيبها كي مخلطيه وشنو. صافي انت وشنو جاك؟ دوك اللي بغات هاد الموديل تاخذو، واللي بغات هادو تا هما بالصحه والراحه. الثمن ديالهم غادي يبقى كما قلنا 60 درهم الباكيه. مرحبا بكم معنا، اليوم غادي نديرو قدامكم واحد ديمونستراسيون، غادي نديرو لينيم ديال الحلاويه ديالنا حفيظه، لينيم ديال الدجاج، غادي نطيبوهم قدامكم. الوغ هادي لا مارك 15 الاير فراير المعروفه، هادي اللي عندي انا ديال 8 ونص، وهادي شمن تتهز شحال؟ هادي 6، تخي بيان كتهزك لا مارك. البنات ما نقولكمش قدام عيناتكم، شوفوا هي حتى هي كتحيد. اها تخي بيان كتهز كامله، هاي حنا مسحناها قديناها، غادي نطيبوا فيها دابا حداكم. يلا اختي ردي لي لي الناس ديال الكوليسترول ما كاين لا زيت لا والو، نورمالمون كيدهنوا بواحد شويه الزيت، من اليوم حنا غنديرهم بلا زيت قدامكم البنات. يلا نصفوهم ونرجعوا معكم. صافي دابا غادي ندخلهم، درنا شويه هنا باش نديروا الاخرين في المانيوال. اوكي كنا هو اللي غنديروا البيتزا، ولكن كيجيو الناس تبارك الله. هي نورمالمون هي دابا طافيه، دابا هي نورمالمون شعلات، ولكن انت كتعطيها الاوكي هكذا. وهنا كتبروغراميها شنو غنديروا لها؟ هنايا نديروا لها بحال شكل بيتزا يمكن، ياك؟ بحال بيتزا، بحال اللي طيبتي انت بيتزا. دونك نديروا بيتزا بحال هادي. ها هي كاينه بطاطا فريت، كاينه فريت، كاينه الخبز، كاينه الكرافات، كاينه الحوت، الدجاج، الخضرة، الخبيز. دابا عطاتنا 8 دقائق ب 200 درجة ياك؟ اوكي نخليوها طيب اختي يلا. نعطيوها الاوكي، ها هي خدامة دابا. اي اسمع دونك غادي نخليوها تخدم، وحنا ميم طون نخليوها هي تخدم. الثمن ديال هادي شحال ديال 6 ونص؟ 870 درهم. 870 درهم، تنهضركم على لا مارك 15 البنات، 15 شي حاجة طوب. غنخليوك على لالا مولاتي، هادي هي لالا مولاتي بحال عندك الخدمة في الدار، ما توقفي على البوطة ما تصدعي راسك. غادي نمشيو شنو كاين مازال، حيت هذيك اللي خديت أنا ديال 8 ونص ما بقاتش. غادي تعاود تدخل. غادي تعاود تدخل ديال 15، اللي كاينة هذيك، كاينة هاد لا مارك أخرى، هادي تاهي تبارك الله كبيرة. شوفي البنات اللي تيسولوها مني خديت أنا الإنفراير ديالي بعد مشاورات مع زهيرة، قالت لي راه عندي في الدار. يعني الثمن ديالها 850، حتى هي 8 لتر 850 8 لتر. هذه لافونتاج اللي فيها انها ملي ما كانش مقدم لتحت ما تسدش، ضروري ضروري تسدي، ما تسدش ما تخدمش. هذه ملي كطيبي وكتسالي وكتطفيها تسالي هي كتبرد راسها. عندها شي فرفاره باش كتبرد، سي فغي كتبرد راسها. ملي كديري يديك هكا كتلقاي الفونتيلاتور بارد، ما كتفوت حتى كتبرد. ملي كتحيدي من هذاك الشيء اللي بغيتي انت سخون كتبرد راسها، راسها ما تبقاش سخونه طيبه. هذه فيها داخل فيها شويه ديال البرونز، كتجي غزاله. فيها واحد الكرينارد خطير، داك الكرينوار واعر واعره،
فنه وهذه كتبين من هنا حتى هي فاز الزاج حتى هي ترونسبارونس كتبين هادو راه حاجه زوينه وتاكتيل هذه وهذيك اللي خدامه كاينز تاكتيل هذه من بين حتى هي الفراير اللي دايره طوندونس راه غير هادو البنات راه كيديروا 1200 درهم باش نقول لكم هذه بحال اللي خديت انايا راه كيديروا 1200 ظاهر داير لكم ثمن زوين 800 وشحال قلنا 150 هذه حتى هي كبيره اش من الماركه هذه هذه كيتشن لاب كيتشن لاب البنات كاينه عند خد الظاهر تحت ليا فيديوهات تطيب فيهم كلشي دجاج كلشي دجاج خضر اللي قامه وخشي هذه حتى هي مخيره في الطياب حتى هي ملي كتكوني كطيبي كيبان لك كيبان لك هذه غنوريها لكم انايا هذه ها هي هذيك اللي ولينا في الاول اللي فيها البرونز هي هذه ياك هي هذه الاير فراير هي هذه هي 2400 وكطيب بسرعه ها انتم ها هي اللي وريتكم دابا في النوار ها هي البيض ديالها واش فيهم غير الكحل عندك غير النوار الكرين واه جبت غير الكرين كيجي مع الكوزينات كلهم داكا لافونتاج اللي قلت لك زايد هذه كتبرد راسك كتبرد فيها الفونتيلاتور هذيك الاخرى اللي وراتنا دابا سميتها كيتشن لاب هي هذه ها هي كيفاش كتجي حتى هي شحال من لتر هذه 6 ولكن راه كبيره تبارك الله كبيره ملي كتشوفيها كتعطيها 8 هذه شحال الثمن ديالها ظاهره هذه 830 دايره فيها بروموسيون هذه 830 درهم البنات 830 درهم ما كايناش 1000 درهم في الاير فراير اليوم ها هي 6 ونص 6 اتر ونص ولكن راه كاليتي خطيره هذه كاينه عند خد ظاهره حيت هي اللي قالت لك خذي هذه خذيها بعينك مغمضين تجربه والله العظيم غادي نمشيو دابا للمانيوال المانيوال هي هذه اللي هي اللي كانت خرجت في الاول عاد خرجت هذا هذا تاكتيل هذه المانيويل فيها جوج ديال الشكيلات بوغ لانستون ودائما تيدخل فيهم الجديد تبارك الله فاش درت غير ستوري في تيك توك وفي هذا راه ما نقولكش شحال جاو الناس انتم هذه كتجي ستيتوا هذه 5.5 5.5 صغيره هذه مانيويل فيها جوج ديال لي بوتون هكا حتى هي كتحيد لك الكسكاس ديالها اييه كتعجبني هذه اللعيبه اللي كت هذه تتحيدها كتوركي لا كتهز حيت فيها واحد السنينات ها هي كتوركي باش كيتحيد وكتعطر ها هي شوف هي كيغارقه غزاله هذه غارقه تهز تبارك الله الفلتر داك الشيء حرام انا كنقول الناس اللي هكا خفاف اسره صغيره واخا ياخذوا صغيره اختي عندك تبارك الله ما شاء الله ثلاثه الوليدات واربعه وانت ومول الدار وهذا خذي اختي الكبيره دونك هذه الثمن ديالها هذه 550 550 الناس اللي ما عندهمش طاكسي الناس اللي بحال دابا عندهم شي مرا كبيره ولا شي حاجه خدمتها خدمه الفران على بحال الفران حاله ديرموست لها الحراره كتعطيها الوقت اييه كتسالي كتسكت راسها كتسكت راسها هذه بحال شكل ديال فيليبس زوين من هذا وهذه حمقات ديال لا كولور غزال هذه حتى هي زوينه وهذه قلتي لي خدمتي بها تنس هذه كبيره هذه كاينه ظاهره في الدار تاتش تاتش بحال كنز هادو من الشركات اللي معروف معترف بهم باش تعرفوهم دائما تاتش حاضره معنا في جميع الالكترون تقريبا كله كاين عند ظاهره تاتش وهذه حتى هي كتشوفي هنايا شنو هو كتخدمي بها مانيوال ثمن الكبيبره هذه 750 شحال من 745 8 يترو هذه 8 يترو كبيره البنات غادي نرجعوا نشوفوا الحبوبه ديالنا واش طيبات لينا لالا مولاتي فين وصلت وكما قلنا راه كديري فيها هاد لي بول هادو ديال السيليكون في الالوان اللي الثمن ديالهم غير 20 درهم يعني جي خديها بالكادو ديالك لالا واحد القضيه هي بلي كتجبديها الريحه ها هي نجبدها ديك دابا شي اربعه غنجبدها عطفا غنطلع ليها شوفوا ما شاء الله ياك يمكن لك تقلبي الله 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 انت حبيبتي اختي شوفي شوفي اختي شوف ها هي قلبيهم تبارك الله بلا ما تقلبيهم راهم ما غادي قالت لك غير الا بغيتي اما الفلت كتنحركوا هاد الشيء تحركيها هكا باش كتقلب دابا تبارك الله راه طابو ما شاء الله يعني ماشي ضروري ماشي تكملي ولكن ملي كترجعيها كتكمل من ديك اربعه ها هي 200 اللي خليتي فيها واربعه اللي خليتي فيها نفس داكشي اللي ديالي انت انا تنخرج سميتها تنشوف الفريت فين وصلت تنحركها وتنعاود نرجع كتعاود ديماري من جديد تخلي لك الوقت فيها والله يعطيها الصحيح حتى والله درت فيها البيتزا درت فيها كلشي مازال غنشارك معكم كلشي شنو خديت من عند شنو كندير في الاير فراير جو بونس يمكن بركه عليها دوقي وردي علينا الخبار اختي شوفي لي التقرميشه صافي حنا نطفيوها الا بغيتي تسكتيها قبل الوقت سكتي طابتك الفريت ديالك طاب لك الدجاج كتعطيها اوف ديالها لا هي ما كتخلص مسكينه كطيب لك وبلا خلاص والله الا نفعتنا هاد الاير فراير ها هي اوف سالينا وتبارك الله على شركه كنز صافي انت ها اسمع 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 الله 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 يا اختي دوقي انا راه دقت خبيده يقولوا انا كناكل فيهم دوقي دابا غادي ندوزو غنحطو هادو في البلا ونعاودو نزيدو عاوتاني الاخرين
ونشوفوا تاكتيل واش غادي دير لينا نفس يعني تبقى لها تقرميشه. عندك يدي لي يدي لي شوفي شوفي تبارك الله يا اختي صافي سالينا والله الا بلا زيت قدام عينيكم عندنا لا زيت لا والو. ها انتم البنات بريبات كيحمقوا ليني مغزالين ديال الدجاج طابوا في الاير فراير ما قال زيت ما قال كوليسترول. نمشيو للمانيير ونرجع معكم سخونه. ولكن واش تكيله تقرميشه ولا لا؟ وكل يا اختي عطينا نسمعوا ديك التقرميشه بالصحه والراحه كاينه بنينه. دابا غادي نديرو التانيين وغادي نشوف في المانيوال دابا داكوغ. حنا درنا قدامكم تجربه مره اخرى في الدار انا ندير لكم البيتزا لان جربتها فيها خطيره. عرفتي البيتزا كيما كتحطيها ما غاديش نحرق لكم فجاه خليكم حتى تجربوها. غادي ندوزو للمرحله الثانيه او التجربه الثانيه. ها هي اختي في لاله مولاتي الحادقه المانيوال. الوغ كيفاش كتخدم هذه؟ هذه اول حاجه هنا حنا خشينا هذه مثلا انا درت 190 حتى 200 هذه الماكسيموم ديال الالف فراير كامل كلهم 200 هنا شحال دابا هنا مثلا هذه حنا 10 دقائق حنا نديرو غير هكا نديرو غير 4 4 تبارك الله درنا 4 ها هي خدمات خدمات تري بيان. ملي كتسري كتفرصها ملي كتسري تفرصها تري بيان. دونك خليناها نفس الشيء هي واخا كتجبدوها وكتعاودوا ترجعوها وتا هادو كلهم بالكارونتي. هذه هي اللي قلنا الثمن ديالها 800 550 هذا راه كادو. حنا غنشوف واش غتعطينا. كملي اختي كملي بالصحه والراحه واش غتعطينا نفس التقرميشه ولا لا؟ لا لا بقى واكيد غادي نرجع معكم. سمعتوها قشقشه يقشقيش والله العظيم. الناس حتى اللي عندها هكا ماماها وعيانه وداك الشيء وبغات ليها تاخذ ليها شي حاجه هكا صحيه هانتوما البنات ما قلبناها ما حتى حاجه. ها هي في الاير فراير قدام عينيكم وتبارك الله لاله لاله حفيظه. الرقم راه ديما تنخلي لكم البنات في اللايف اللي قبل. يلا حنا غادي نتسناو حتى تدير ولكن غنخليوها تخدم ونمشيو للفران. الفران عندنا البنات 70 اترو هذا. يلا دخل انا من قبيله وانا كندقدق في الماعن خطير هذا. هذا 70 اترو معاه تبارك الله لاطه كبيره طيله الخبز اللي بغيتي طيفال عنده لاطه ديالو العاديه المربعه. زيد يا اختي عندو جوج مدوبلة. شو راه تو تيخدم البنات بالطو بيان سور. هذا ماشي ديال الفرفاره راه هي البولاج تي البولا ديالها كاينه الفرفاره كاينه اكثر شي يقول لك هاي داكوغ ها هي تنقلب عليها شي تقيبات اللي كيبانوا لكم البنات هذيك هي الفرفاره. لي بوطون ديالهم هادو راه تيخدم المسائل كلها كاينه. هادي ديال الحراره هادي يمكن لك تخدمي بالترموستات يمكن تخدمي تخليه تطفي انت على خاطرك ما نورمال على هذا فوق لتحت والوسط بيان سور. هادي باش زوينه ديري لك البوله والفرفاره واش بغيتيها البوله بوحدها بغيتي الفرفاره بوحدها بغيتيهم بجوج على فوق. داكوغ كتعجبني ديك جوج دغيا. بغيتي تخدمي البوله بوحدها ها هي فرفاره بوحدها ها هي بغيتيهم بجوج. الله يعطيك الصحه وديما لا مارك كنزه البنات اللي ما تتحشمناش مع الناس. جوده عاليه فران واعر خطير من عند اواني صناعه ديال البنات. الثمن حصري اليوم بغينا كل شيء في هذا رمضان يدعي معنا فقط هذا الشيء اللي بغينا. وزائد انه كاليتي ديالو زوينه شوفوا البنات لا كولور ديالو شو اللون هذا راه مغاير مغلف مغلف وعريض في سميتو ديالو شفتو ماشي بحال العاديين ديال اينوكس كاينين العاديين مي هذا داروا ليه واحد الصايب صراحه زوين جديد هذا كاليتي زوينه. شوف الظهير ديالو وديما كما قلنا لا مارك كينز الثمن ديالو بهاد 70 ايطر تبارك الله اللي تيهز رمضان غتهناي. كان ب 1500 درهم باش كندوزو بالضبط كندوزنا ب 1490 دابا كان 1490 درهم اليوم 1020 درهم. تخيلوا معايا 490 درهم ناقصه 470 درهم. الله يعطيك الصحه يلاه ملي كنقول لكم الهوته مع امر نسناجي كلشي غيعيد وكلشي غادي يدير رمضان وكلشي غيدوز على خير. غنبقاو ديما في الميزات كاين هذا الموديل هذا دائما في لا مارك كينز البنات. شوفوا هذا تو فران هو هذا ها هو ايه هذا ها هو هذا اللي عندي ديك البلاصه ديال الفران راه نفس الشكل حتى هي اللاطه ديالو ديال بيبال اللاطه مدوره والمربعه لا ميم شوز حتى هو بالفونتيلاتور كلشي فرفاره هذا هو بالفونتيلاتور بالفرفاره البيله ديالو الثمن ديالو غير هذا. هذا شحال فيه؟ هذا فيه 50
هذا 50 وهذا اللي قلنا ديال 70 كبير. البنات 830 درهم. البنات غادي نشوفوا دابا. ها نشوفوا دابا واش نفس التقرميشه. والله الا نفس التقرميشه ما شاء الله. هو مقزخين. ها انتم البنات ها اللي كلينا ها الاخرين. يعطيك الصحة تبارك الله. هاد السيده كتصاوب هادشي؟ اه كتصاوب تبارك الله في حي محمد. لا عندي ديال الشجر تاعي كتصاوب كوموند سميتو. دونك دابا راه سهلنا للناس ما كاين لا زيت لا والو. هانت يا اختي حنا درنا تجربه قدامكم نتمنى تعجبكم وان شاء الله اللي بغات شي حاجه تواصل مع ظاهره في الرقم اللي حطينا في اعلى الفيديو. مشينا من الفران غادي ندور لكم دابا. هذا فيه جوج، فيه فران وفيه ارفراير. يلا اختي جوج في واحد. هذا تيتحل من هنا. علاش باش لك الفران سخون ما يحرقش؟ ما تجرش هكا كيتحل من تما وكيتسد من تما. أييه أوكي. فيه هاد الكيكة هادي، فيه هاد الورقة هادي، وفيه اللي بغات ديري الدجاجة كتدخليها هنايا كتحمر. كتحمر الدجاجة، يعني فران ومشوات وإير فراير. إير فراير، وإلا بغيتي ديري كلشي دقة واحدة كان كلشي دقة واحدة. كلشي دقة واحدة. تاهو كيمشي طاكسير ولا مانيير؟ ها. والاجمل انه لا مارك اتيمات ومن لا يعرفه يعني هذا من 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 اصخم واجود. تبارك الله العالم كله كيعرف اتيمات، ما كاينش شي مره ما تقولش لها اش من فران زوين كتبدل لك باتيمات. هو عاد كنمشيو للكنزو نعاودو نسدوه من هادي. هادي اللي كتسد ولا هادي لا البنات هادي غير ديال القهوه. حنا كنهضروا على الفران حتى هو كيجي مغلف كامل و كاليتي ما نهضروش عليه. والثمن اليوم غيبقى كيبقى غنحيدو هاد 90 نديرو 1700 درهم. 1700 درهم. 1700 نورمالمون 1800 من اليوم غيبقى لكم ناقصه فيه 100 درهم. وراه كيمشي شوف الباكاج ديالو كي كيجي خطير. 1700 واط. 1728 يطرو واعر هذا كلشي كيهضر عليه. دونك حتى هو راه موجود ما غاديش نقطعو لكم. عندنا لكم واحد الميزات في ماكينه الصابون قلتي ليا. ثمن خيالي يا البنات راه كيحيت كاين بزاف د الحوايج ولكن حنا تنقطع مره مره برومو على لي ماشين. هذه الناس اللي كانوا كيعرفوا كنا كندوزوها ب 4200 درهم. هذه 10 يطرو. اسمع 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 كانت ب 4200 درهم يعني 84000 ريال. اش من اش من ماركه هذه ديال الطاليان؟ ديال ايطالي ديال الطاليان. هي 10 يطرو ميل. هي 10 كيلو 10 كيلو 1200 تور كتكون فيها. ديري فيها المانطات هذه ديال المانطات. المانطات اه يا اختي والله حتى رحمه ا بلس ايكول 3500 درهم. واو 3500 درهم اللي كانت 4200. ما يمكنش تقولوا لي كاينه الثمن في بلاصه اخرى. 3500 درهم عوض 4200 درهم تهز لك 10 كيلو ديال ليطالي. هذه راه عرض حصري. علاش؟ لان واخدين فيه واحد الكونتيتي كبيره وخداوها هما بثمن همزه. دونك انو باغاتي كاينه هذه. هذه 8 كيلو نفس الماركة. نفس 8 حتى هي كدير لي كوات. هي كاينه المانطا اختي صبني فيها المواد اللي كنبقاو مضاربين معاهم. ما تصبريش المانطا في ماكينة الصابون. كانت 3800 درهم دابا 2900 درهم. واو زيدين اختي ميزات رمضان. هذه 7 كيلو. هي 7 كيلو حتى هي نفس البويسون. 1200 كانت ب 3300 ها هي. ايه دابا 2700 درهم. ايوا اختي اش غنقول لك؟ عايله ما بغيتيش اختي باقي فيك الجهد باش تصبني المانط. الداخل ديالها راه اينوكس. هذيك ديالها اينوكس ماشي ماشي بلاستيك. زعله 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 زعله. ولكن بصراحه عجبتني الاولى اللي عندها 10 كيلو اختي باش تناي. والله العظيم تقبط لها. الله يعطيك الصحه. كاينين حتى العجانات البنات، العجانات في الاشكال، وكاينين هادو ديال الضو. شنو تسميهم الفرنو ديال الضو. كاين ديال هادو تيعتقوا والله ضروري خصك يكون عندنا في الدار. بعد ما كتسالك البوطه مع الليل ولا الصباح الدراري قارين ولا واخا يكون عندك غير صغير ولا بلاش. كيبدا الثمن ديالهم من الفرنو من 80 درهم. من 80 درهم البنات. يلا راه كاين ديال واحد، كاين ديال زوج، كاين هذاك البيض، كاين الاينوكس، كاين هذاك اللي كاين بزاف كيخدم بهذا. هادو راه حتى ديال التصافيره اللي غادي العمر وداك الشيء غادي معاك 80 درهم. راه كيرحم في ليزوطيل وداك الشيء. دونك 80 درهم البنات. مرحبا كيما وريتكم راه كاين بزاف ديال الحاجات اللي ما وريناش. مازال لا ماركطاتشو 15 في لي ميكسور باقي دوك الماس اللي دابا دايرين طوندونس دي باك ديال الماس. باقيين كوكوطات، باقيين ديال العطريه. اللي بغات شي حاجه ولا ما دويناش عليها عافاكم لما سكرينيو. انا مزوقه يا البنات. شوفي هي الفيزات شيك هادو اللي كل عزيز عليك. هكا غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه. بغيت نشكر كاع الناس اللي كيحماقوا على جميله اونلاين. واكيد غادي نختموا بالكيسان باك ديال الكيسان عادي ديال شرب اتاي. ظاهره شرب اتاي شحال الكيسان د حياتي اللي كبرنا معاهم 20 درهم 26 درهم. ما يمكنش ما نديرهمش. وهادو ديال الماء
هانتوما جوج هادو 30 درهم جوج ب 30 درهم هانتي 25 درهم هادو ثقال هادو دوك الكبار ديال البنات هادو واخا تيطيح ما تيتهرش حيت راسو صح مني ما تيطرى له مسكين والو الله يعمر هذا المهم بغيت نقول لكم راه عنده ميزات اللي جات كاينين الميزات بيان سور ان شاء الله مازال نديرو فيديوهات اخرين المهم جيو مرحبا بكم كاين هادو ديال السيليكون ديال كيكات صغار صحاب قهوه كاسي نوار 27 درهم ايوا شفتو راه قلت لكم ما غنساليوش اليوم كاين دي باك ديال القهوه هكا 6 و 50 درهم هذا الباك كله هانتي هكا كيسان لي طاس وسوطاس 6 يا اختي من هادو ب 50 درهم يعني هنا الا جيتي غير 200 درهم غادي تقديه عند الظهيره اما الا جيتي واحد 500 درهم ولا 600 درهم غادي تخرجي تبارك الله بالشواكش ديالك ايوا حبيبات ديالي ما سخيناش بكم غادي نختموا الحلقه على اثر اللقاء بكم كما قلنا في الاول في حلقه جديده من عند اختي ظاهره اوانس نهاجي اللي كتواجد في مدينه الدار البيضاء حي سوارت البنات شوفوا لي لي باك ديال العطريه حتى يحمقوا وانت وكوزينتك وانت ولي كولور اللي عندك اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما تنساوش دائما ميم اندرو سيغ ماشين كنحماق عليكم تبقاو على خير بسلام عليكم باي باي.